طيب دلوقتي هاخد معاكم انواع المختلفه من الاوت لاير ديتكشن تكنيكس. هلاقي في الفولدر بتاع الماشين ليرنينج ليكتشرز كده في عندي وورد فايل بيوضح الانواع دي. الانواع المشهوره قوي عندنا اللي هي الزد سكور والاي كيو ار، والنوع اللي بعد كده اللي هو الايزوليشن فورست، والنوع اللي هو بعد كده اللي اسمه اللوكال اوت لاير فاكتور، وفي نوع كمان اسمه الاليبتيك انفلوب. دي الانواع بتاعه الايه الاوت لاير ديتكشن. احنا خدنا منهم تقريبا في الشغل بينا واحنا بنشتغل، خدنا منهم اللي هو الاي كيو ار، واشتغلنا على الكوريليشن اللي هو العادي طبعا اللي هو بالشكل المانيوال ده. طيب تعالى نشوف الانواع المختلفه اللي موجوده عندنا واحنا ايه شغالين كده. طبعا عندنا برضو هنا في نوت بوك موجوده في الجينريك بروجكتس. دي النوت بوك ايه اللي هي بتشرح الانواع ديت كودينج، فممكن نبص بصة سريعة على الكود وبعد كده نروح نشوف الأنواع ديت بتشتغل إزاي. طيب هنعمل طبعا هنا import لكل الأنواع الموجودة اللي هي الـ isolation forest والـ local outlier factor والـ elliptic envelope، ماشي، والـ z score بقى والحاجات تحت ديت مش محتاجة إن أنت تعملها أصلا import لأنها عبارة عن statistical techniques يعني. وهنستخدم هنا حاجة ممكن دي بالنسبه لكم حاجه جديده، ان احنا ازاي نلود داتا سيت اصلا جاهزه موجوده في الاسكلير. ففي داتا سيت جاهزه شباب موجوده في الاسكلير زي مثلا الارث داتا سيت. ايه هي الارث داتا سيت ديت؟ عباره عن زهور، يعني اشكال من الزهور، وليها كلاسز يعني ليها تصنيفات. فانا ممكن ادخل هنا على جوجل سكولر، جوجل ايمجز، واقول له انا عاوز الايه الارث داتا سيت، نشوف شكلها عامل ازاي. ده شكل الايرس داتا سيت، فيها مثلا الكلاسز دي اللي هي الايرس سيتوسا والايرس فيرسيك كالر والايرس فيرجينيكا. يعني ده الشكل بتاع الايرس سيتوسا، ده زهرة يعني من الزهور يعني، ودي الشكل بتاع الفيرسيك كالر ودي الشكل بتاع الفيرجينيكا. فدي الزهور اللي موجودة عندنا في الداتا سيت الجاهزة اللي هي موجودة في حاجة اسمها اللود ايرس. طيب لو انا عملت هنا data بتساوي load earth، load earth كده انا عملت ايه؟ كده انا عملت load للداتا سيت واتخزنت كلها فين؟ في الداتا، يعني بقت موجوده كلها في الايه؟ في الداتا. طيب طبعا عشان هي اصلا موجوده في الاسكليرن فهو مديك بقى شويه descriptors كده ممكن تستخدمها عشان تاخد الاكس لوحده والواي لوحده. فانا الاكس بالنسبه لنا هنا حاجه اسمها data، والتارجت بتاعي هو ده الكلاس اللي انا شغال عليه. فانا ممكن اقوله هنا الاكس والواي بتساوي data دوت data والديتا دوت ايه تارجت، كده هيجيب الانبوت كلها اللي هو الفيتشرز بتاعتي يحطها في الاكس، والاوت هيحطه فين؟ يحطه في الواي. بعد كده بقول له فيتشرز نيم، لو انا عاوز اشوف اسماء الفيتشرز الموجوده عندي، يعني دي اسماء الفيتشرز المختلفه الموجوده عندي اللي هو الفيتشر سيبا لينس وسيبا ويدث والبيتا لينس والبيتا ايه ويدث. خلاص دي الاربعه فيتشرز الموجودين عندنا في الايه في الاكس، خلاص كده، او موجودين اصلا في الايه في الديتا يعني. فدي برضو ديسكريبتور موجود في الديتا في الاوبجكت بتاعي اللي انا عملت بيه لود، انا ممكن اشوف منه اسماء النيمز بتاعه الفيتشرز اللي انا ايه اللي انا بشتغل عليه. طيب عاوز اشوف الواي، ده التقسيمه بتاعه الواي اللي هي 0 معناه الكلاس الاولاني و1 معناه الكلاس الثاني و2 معناه الكلاس الثالث، اللي هم مين اصلا؟ اللي هم المفروض دول اللي هو السيتوسا والفيرسي كالر والايه والفيرجينيك. ف0 بيرمز الى السيتوسا وال1 بيرمز الى الفي، والثاني والثالث بيرمز الى الايه الفيرجينيك دي، ماشي. طيب بعد كده عاوز تشوف الشيب كام، هيقول لك ان ده 150 في 4، يعني ده عباره عن 150 رو في 4 فيتشر، والواي طبعا هي 150. ممكن نعمل ستاندرد سكيلر على طول وبعد كده نبدا نطبق ايه الانواع المختلفه. خلي بالنا ان الزد ان ستاندرد سكيلر الشباب ليه مسمى تاني اسمه زد سكور برضه، بس الزد سكور ده خاص بالفيتشر سيلكشن، يعني خاص قصدي بالفيتشر سكيلينج. فده نوع الستاندرد سكيلر ساعات بيسموه زد سكور، ده مختلف عن الزد سكور بتاع مين؟ بتاع الاوتلير نفسه، ماشي. طيب تعالى بقى نعمل فانكشنز كده مختلفه الاوت لايرز تكنيكس. ادي فانكشن خاصه بالزد سكور، ادي فانكشن خاصه بالاي كيو ار، ادي فانكشن خاصه بالايزوليشن فورست، ادي فانكشن خاصه بالال او اف، ماشي، اللي هو اللوكال اوت لاير فاكتور، وادي فانكشن خاصه بالانفلوب. كل دي الانواع المختلفه اللي احنا هنستخدمها في الفيتشر في الاوت لاير ديتكشن تكنيكس. وعاوزين نشوف بقى انا لو استخدمت الاولى النتائج بتاعتي تطلع شكلها عامل ازاي، ولو استخدمت الثانيه النتائج بتاعتي شكلها عامل ازاي، والثالثه والرابعه والخامسه، عشان اشوف اعتمد مثلا نوع واحد من الانواع دي، ماشي. وده طبعا اللي انا عاوزكم تطبقوه برضو على البروجكت، يعني اي بروجكت تطبقوه
طبقوا الانواع المختلفه دي وتشوفوا اي نوع بيطلع لي نتائج احسن. طيب احنا عملنا هنا فانكشنز مختلفه للاوت لاير ديتكشن تكنيكس، لو جينا بصينا مثلا على الزد سكور هو بيعتمد على ايه؟ طيب تعالى بقى ايه نشوف الشرح بتاع كل واحد فيهم. هنا بالنسبه للزد سكور يعني لو جينا بصينا عليه كده الزد سكور ده بيقول لي هو نوع من انواع الاستاتستيكال تكنيكس بيميجر النمبر في ستاندرد ديفيشن، يعني بيشوف الستاندرد ديفيشن بتاع الداتا بوينت از فروم ذا مين، يعني بيشوف الديفيشن او بعد كل نقطه من الداتا سيت عن مين، عن المين، عن المتوسط بتاع الداتا سيت بتاعتي، ولو بعدت بمقدار معين بمقدار ثريشولد معين اللي هو مثلا 3 يبقى في الحاله دي هتعتبر ان القيمه اللي انا بشغال عليها دلوقتي دي ايه، اعتبرها اوتلاير. ماشي، فده بكل بساطه اللي بيشتغل بيه طريقه ليه زد سكور، هو بيحسب الستاندرد ديفيشن بتاع نقطه معينه ويشوف بعده عن المين المتوسط بتاع الداتا سيت اللي انا شغال عليها او المتوسط بتاع الفيتشر، وبعد كده يبدا يقرر ان انا اشيل القيمه ديت ولا ايه ولا ما اشيلهاش. طيب تعالى كده نشوف مثال بسيط. انا مثلا بيقول لك كونسيدر ان انت عندك كولوم بهذا الشكل، عندك 10 12 12 13 12 وهكذا، وفي الاخر في 50، هتلاقي معظم القيم دي كلها ماشيه مع بعضها ما عدا الايه 50. تعالى نطبق الزد سكور تكنيك ونشوف هل فعلا هنشيل 50 ولا لا. لو انت جيت تجيب المين هيطلع 15 و9 من 10، ده المين بتاعنا، ولو جيت تجيب الستاندرد ديفيشن ماشي بتاع القيمه بتاع الستاندرد ديفيشن قصدي بتاع الديت سيت كامله او بتاع الكولوم كامل هيطلع كام، 11 و37%. طيب بالنسبه بقى للفاليو ال 50 دي لو انا هاجي اقيس ليها الموضوع بتاع الديفيشن ده تقيسه ازاي؟ قال لك انت هتقول هتاخد الفاليو تطرح منها المين هتقسمها على الستاندرد ديفيشن، لو طلعت بقيمه اكبر من او بيساوي الثلاثه ده معناه ان القيمه ديت بتديفييت عن ايه؟ عن المين، فكده في الحاله ديت ابدا ان انا اشيل ايه؟ اشيل ال 50 دي. فهنا في الحاله ديت 3 طلعت 3 فعلا، ف3 ديت هي الثري شولد بتاعي اصلا، المفروض القيمه ديت ما تجيش لا اكبر من ولا بيساوي الايه؟ الثلاثه، فطالما القيمه بتاعتك بتساوي الثري شولد او اكبر منها في الحاله ديت هعتبر ان 50 دي اوت لاير، فانا اقدر اشيلها من ايه؟ من الديت سيت بتاعتي. ماشي؟ ده بكل بساطه النوع الاولاني اللي هو اسمه الزد سكور. طيب النوع اللي بعد كده اللي هو الاي كيو ار، احنا شرحناه قبل كده كتير، اللي هو بيعتمد على الاي اللي هو كيو 3 ناقص الكيو 4 ناقص قصدي الكيو 1 عشان اجيب الاي كيو ار، والاي كيو ار ده اي كيو ار بعد كده بجيب حاجه اسمها البيلو والايه والاباف. طيب تعال نشوف كده بيشتغل ازاي. انا عندي الاي كيو ار ده هو عباره عن ميجر برضه statistical dispersion and is calculated as difference between اللي هو 75% من الداتا اللي هو القيمه الكيو 3 ناقص الكيو 1. ماشي، طيب الداتا بوينتس ذات فول بيلو، وبيقول بقى ايه ممكن تحط انت قيمه من عندك هنا اللي هو القيمه اللي بتقع اقل من كيو 1 ناقص 1.5 في الاي كيو ار اللي انت حسبتها ممكن اعتبرها اوت لاير، او لو زادت عن الكيو 3 بلس 1.5 في الاي كيو ار بعتبرها برضو ايه، بعتبرها اوت لاير. طيب تعالى ناخد مثال بسيط. عندي نفس الكولم اهو اللي انا اشتغلت عليه فوق، المفروض برضو الارقام دي كلها ماشيه مع بعضها ما عدا الايه 50، تعالى نشوف ايه هل فعلا هجيب ال 50 ولا لا. ففي الحاله ديت هاجي احسب الكيو 1. ماشي، الكيو 1 في الحاله ديت هتيجي ترتب، طبعا هتلاقي الكيو 1 في الاول هو كام، هو ال 12، والكيو 3 هتلاقيه كام من 75% من الداتا هتلاقيه كام 13. ماشي، طيب بعد الترتيب يعني هتلاقي ال 13 هو 75% و او الكيو 3 هو 75 هو 13 والكيو 1 هو ايه، هو الايه، هو ال 12. طيب في الحاله دي لما تيجي تطرح الاثنين من بعض اللي هو 13 ناقص 12 هيديك 1، لما يديك 1 يبقى الاوت لاير ثري شولد بتاعك هيكون عباره عن ال 12 اللي هو القيمه اللي انت جبتها دي اللي هو بتاعه الكيو 1 يعني ناقص 1.5 اللي هي القيمه اللي انت مثبتها، 1.5 بقى 2 3 براحتك، مضروبه في الايه، مضروبه في الاي كيو ار اللي انت حسبتها دي، ده بالنسبه لنا هيساوي 10.5، وده اللي هو البيلو يعني المفروض القيم ما تقلش عن 10.5. وبالنسبه للاباف المفروض 13 اللي هو مين، 13 ده اللي هو الكيو 3 بلس 1.5 اللي هو قيمه ثابته كده مضروبه في الايه، في الاي كيو ار، طلع هنا 14.5، فالمفروض القيم ما تقلش عن 10.5 ولا تزيد عن 14.5. فلما تيجي تبص على ده الست كده هتلاقي كل القيم في الرينج ده ما عدا مين؟ ما عدا ال 50. ففي الحاله دي هتعتبر ال 50 هي ايه؟ هي اوت لاير، فيشيلها من ايه؟ نشيلها من الداتا سيت بتاعتنا. ماشي؟ ده النوع الثاني اللي هو اسمه الانتر كوارتايل رينج الاي كيو ار. طيب النوع الثالث اللي اسمه الايزوليشن فورست. الايزوليشن فورست هو نوع من انواع الانسيمبل الجوريزمز،
بيأيزوليت الأوبزرفيشنز by randomly selecting a feature and then randomly selecting a split value between the maximum and the minimum values of the selected features. يعني هو بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان انت بيكون عندك اصلا الجوريزم كانك بتطبق كده ماشين ليرنينج، ماشي؟ وتبدا بقى ايه، تاخد تسلكت فيتشر معينه من الفيتشرز اللي موجوده عندك وتبدا تشتغل عليها وتطلع وتيجي تطبق عليها مثلا مجموعه ديسيشن تريز عشان تشوف الفيتشر دي هل هي مهمه ولا لا. لو انت جيت رسمتها، لو انت جيت تطبق الفيتشر او الفيتشر اللي انت واخدها دي وجيت ترسمها ما رسمتش ديسيشن تري بشكل كويس، ماشي، او اخدت شورتر باسز عشان ترسم التري، في الحاله ديت هي ما فيهاش فيرينس، في الحاله ديت هي مش مهمه، في الحاله ديت اضطر ان انا ايه، ان انا ممكن اشيل الايه، اشيل الفيتشر دي، ماشي. فدي برضو طريقه ان انا ممكن اطبقها بطريقه حاجه اسمها الايزوليشن فورست، كاني بطبق نوع من انواع الماشين ليرنينج تكنيكس يعني، وبشوف بقى ايه الفيتشر اللي انا شغال عليها دلوقتي دي وباخد منها جزء كده وابدا ان انا ارسمها، اجي ارسمها ما لاقيهاش طلعت لي شكل مناسب من الديسيشن تري بدبس محترم او بدبس مقبول يعني، في الحاله ديت هي ما عندهاش فيريشن، في الحاله ديت ان انا مضطر ان انا ايه، ان انا اشيلها. طبعا عشان هي طريقه خاصه بالتريننج وكده ما لهاش شرح خاص بيها يعني، بس دي الفكره بتاعتها اللي هي الايه، ايزوليشن فورست. طيب النوع اللي بعد كده اسمه اللوكال اوتلاير فاكتور. ايه بقى اللوكال اوتلاير فاكتور؟ هو بيعتمد على الدينستي بيزد الجوريزم، بيميجر اللوكال دينستي ديفيشن، يعني كانه كده بيشوف الكثافه بتاعه البوينتس الموجوده في مكان معين، ماشي، وكل الحاجات اللي هي موجوده في نفس المكان دي بالنسبه لنا بتكون قيم عاديه جدا، لكن لو في قيمه بعيده عن الكثافه اللي انا شغال فيها فدي بالنسبه لنا بتكون ايه، بتكون اوتلاير، يعني كانها كده عامله زي مين، كانها شبه الديب سكان كده، ماشي، بيرسم دايره ويحط الدايره ديت عند مجموعه بوينتس، والمجموعه البوينت الموجوده في الدايره ديت هي بالنسبه لي بتكون هي اللي هي تبع النقط الحقيقيه، ولو في حد بعيد عن الدايره دي لوحده ملوش حد حواليه فبالنسبه لي بعتبر ان ده اوتلاير، فهي شبيهه جدا للموضوع بتاع الديب سكان، ماشي، اسمها ايه، اسمها لوكال اوتلاير ايه فاكتور. النوع الاخير اسمه الاليبتيك انفلوب، هو شبه شويه الموضوع بتاع الديب سكان، بس هو بيرسم هنا بقى ايه، بيرسم شكل بيضاوي، مش بيرسم شكل ايه، مش بيرسم شكل دايره، لا بيرسم شكل بيضاوي، والشكل البيضاوي ده بيبقى الديستريبيوشن بتاعه من نوع من انواع الجاوسيان ديستريبيوشن، يعني بيبدا صغير بعد كده كبير شويه بعد كده ينزل واحده واحده، كل الارقام اللي هي بتكون في الرينج ده كده، كل البوينتس اللي بتكون موجوده في نفس الرينج ده كده فدي بالنسبه لي ارقام مقبوله، لكن اي حد اوتسايد الرينج اللي انا شغال عليه ده او الباند او الباوندري بتاع الاليبس دي في الحاله ديت انا بعتبر ان ده برضه اوتلاير، ماشي. فده شكل من اشكال برضه الاوتلاير ديتكشن تكنيكس اللي هي ممكن استخدمها عشان اشوف ايه هي الاوتلاير الموجوده وابدا ان انا امسحها. طيب تعالى بقى ايه دلوقتي نركز على الكود ونشوف الكلام ده بيتطبق هنا ازاي. اول نوع من الانواع اللي احنا اتفقنا عليها هنطبق هنا الزد سكور، اتفقنا ان احنا بنحسب المين، ادي المين اهو، وبنقول له الاكس ناقص المين، وبعد كده بنقسمه على الستاندرد ديفيشن، هو نفس الطريقه بالظبط المشروحه، وبعد كده بشوف بقى لو الزد سكور ده اقل من ثريشولد معين، ثريشولد هنا متحدد بكام، ب3، لو هو اقل من الثريشولد ده ماشي، في الحاله ديت هتقول لي ان في ماسك هنا كده بيحط فيها الاندكس بتاع القيمه اللي هي بتحقق الشرط ده، فطالما حققت الشرط ده كده ففي الحاله ديت الماسك ده ايه، يعني الشرط ده بيتحقق، كل هيبقى في ماسك هنا او هيبقى في اندكس بتاع البوينت اللي انا شغال عليها دلوقتي هي دي البوينتس اللي انا هاخدها في الاعتبار، خلاف كده مش هاخدها في الاعتبار، يعني اي حد هيتعدى الثريشولد ده او اكبر منه او بيساوي الثريشولد ده هشيله خالص، فالماسك ده هيديك يا ترو يا فولس، فانا لما اجي اعمل ريتيرن هنا هعمل ريتيرن لمين؟ هعمل ريتيرن الاكس اوف ماسك، يعني هعمل ريتيرن الحاجات اللي فيها ترو بس، وهرجع كمان الماسك ده عشان اقول لك انا عاوزه كمان شويه في ايه؟ لان ده بيرجع الترو والفولس. طيب الفانكشن دي بتعتمد على الاوت لاير اي كيو ار، في الحاله دي هتحسب الكيو 1، هقول له انا عاوز البرسنتايل كده اللي هو 5 اللي هو اول 25%، معظم الداتا 25%، فهيقول لي ان هي القيمه دي هتبقى موجوده في الكيو 1، والكيو 3 هحسب من عند 75%، ماشي، فهجيب الاي كيو ار، هطرح الكيو 1 من الكيو 3، وبعد كده اطبق المعادله المعروفه جدا اللي هي بتاعت مين بقى، الماسك برضو، لو الاكس اكبر من او يساوي الكيو ناقص الواحد ونص في اي كيو ار، اند الاكس اقل من او يساوي الكيو 3 بلس واحد ونص في الاي كيو ار، ده الرينج اللي انا اصلا محتاجه، ماشي، فاي حد في الرينج ده كده ثبت لي الايه، خزن لي
الماسك بتاعه ورجع لي الاكس اوف الماسك، يعني رجع لي القيم بتاعته، ورجع لي كمان الماسك اللي هو فيه ترو فولس ده عشان انا محتاجه كمان شويه. طيب النوع الثالث اللي هو بتاع الايزوليشن فورست بيطبق ازاي؟ اعمل امبورت الايزوليشن فورست، معموله امبورت فوق، بعد كده هفيد بريدكت على الاكس، يعني هطبق كده فانكشن بسيطه اسمها فيد بريدكت على الاكس، هي دي اللي هتطبق لي الموديل بتاعي اللي هو فيه ديسيجن تريز، ويبدا بقى ياخد في كل فيتشر عندك ويبدا يشتغل عليها ويشوف هل فعلا بتقدر ترسم بيها ديسيجن تري ولا مش بتقدر ترسم بيها ديسيجن تري. في الحاله ديت الماسك بتاعي كل اللي هو مش ماينس 1 خده معايا، لان الماينس 1 ده متفق معاك قبل كده، اي قيمه ماينس 1 حتى لو في الديب سكان ده معناه ان ده اوت ليه، فانا هاخد كل القيم اللي فيها انديسيز مش فيها ايه ما فيهاش ماينس 1، فهرجع الاكس وفي الماسك وهرجع الايه الماسك نفسه اللي هو فيه ترو فولس. طيب ده الطريقه الثالثه. الطريقه الرابعه اللي هي بتاعه الايه ال او اف اللي هو اللوكال اوت لير فاكتور، ماشي، اللي هو بيشتغل بطريقه الايه الدايره، بطبق برضو الكلام ده عن طريق فانكشن بسيطه اسمها الفيت بريدكت، ببعت له الاكس برضو، وكل الناس اللي هم مش بيساوي ماينس 1 خزنهم لي فيه، خزن لي الاندكس بتاعهم او الترو فولس بتاعتهم في الماسك، وبعد كده رجع لي كل الاكس اوف الترو، يعني هات لي كل القيم اللي هي قصادها ترو بس رجعهم لي، والماسك ده رجع لي الترو والفولس بتاعته. طيب النوع الاخير اللي هو الاليبتيك انفلوب، نفس الطريقه بتاعه الاوتلير، بس ده يعني ده كان شغال تقريبا زي الدايره زي الديب سكان كده، لكن ده بيشتغل بطريقه الايه الاليبس اللي هي شكل بيضاوي كده، وبرده كل اللي هو اوت اوف باوندري او اوت اوف سكوب اللي انا شغال عليه ده هيعتبره كله برده اوت لير، برده هيرجع هنا برده الماسك اللي هيكون فيه ترو فولس، ماشي، وهيرجع لي القيم اللي فيها ترو بس، ويرجع لي الماسك اللي هو فيه ترو فولس. طيب عملنا بقى ايه ديكشنري كده اجريجيتد عشان تاخد مسمى، يعني يبقى فيه مسمى لكل واحد فيهم واسم كل فانكشن من فوق اللي هي الاسماء الفانكشنز اللي احنا شغالين عليها فوق دي. فعندي هنا زد سكور الفانكشن بتاعتها اسمها ريموف اوت لير زد سكور، هنادي عليها، والاي كيو ار اسم الفانكشن بتاعتها، ايزوليشن دي اسم الفانكشن بتاعتها، ال او اف ده اسم الفانكشن بتاعتها، والليبتك انفلوب ده اسم الفانكشن بتاعتها، وهكذا. طيب برضو عملنا اجريجيتد فانكشن كده عشان تعمل ترين ايفالويشن، هتاخد كل مره الاكس ترين والاكس تيست والواي ترين والواي تيست واسم الموديل اللي انا شغال عليه، او اسم النوع او نوع الايه نوع الاوتلير ديتكشن تكنيك، مش الموديل بقى، يعني نوع انواع الايه الاوتلير ديتكشن تكنيكس، بس احنا كلامنا هنا موديل نيم لان في اصلا انواع من الايه، يعني بنعتبر الاوتلير ديتكشن تكنيكس دي هي برضه انا بنعتبرها موديلز، زي مثلا الانواع اللي احنا اتفقنا عليها دي اللي هو الاليبتيك انفلوب ده عباره عن موديل، والال او اف ده عباره عن موديل، وده برضه عباره عن ايه عن موديل. فهنا لما ابعت له اسم الموديل نيم وهقول له طبق لي الكلام ده، فطبعا على حسب الاسم اللي انا بعته ايه هشتغل عليه. طيب ايه اللي هيحصل في الفانكشن دي؟ اللي هيحصل فيها ان هي الموديل بتاعي اللي انا هشتغل عليه بقى اللي هو اسمه موديل اللي هو راندا فورست كلاسيفاير، يعني بعد ما اطبق موضوع الاوت لير ديتكشن تكنيك ده انا هستخدم راندا فورست كلاسيفاير، هطبق الكلام ده على الاكس ترين والواي ترين، اعمل لي بريدكت للاكس تيست وطلع لي الاكيورسي عشان احسب الاكيورسي بتاعت كل طريقه من الطرق اللي انا ايه اللي انا هشتغل عليها في الايه في الاوت لير ديتكشن تكنيكس، ماشي. والموديل نيم ده اللي هو مبعوث هنا كده عشان يبقى مكتوب اسمه هنا، اسم الموديل اللي انا استخدمته، مثلا زد سكور يبقى الاكيورسي بتاعته كذا، مثلا ايزوليشن فورست الاكيورسي بتاعته كذا، وهكذا. ده الايه دي الفانكشن اللي انا هستخدمها عشان ابعت كل شويه الاكس ترين والاكس تيست بعد ما اطبق الايه الاوت لير ديتكشن تكنيك. طيب دي فانكشن بقى بنستخدمها عشان نطبق الاوت لير ديتكشن تكنيك. الفانكشن دي بتاخد الميثود نيم اللي هي اسم الطريقه اللي انا شغال عليها، اللي هو مثلا زد سكور او اي نوع اي كان نوع من انواع الاوت لير ديتكشن تكنيكس يعني، ماشي، والميثود فانكشن اللي هي هتبقى موجوده عندي، كل ده هيبقى موجود عندي في الديكشنري دي، يعني هبعت له اسم الفانكشن اللي هستخدمها والفانكشن نفسها، خلاص، يعني بقول له هنا فور ميثود نيم وميثود فانكشن ان ايه ان اوت لير ميثود دوت ايتمز، يعني اللي الميثود الاوت لير ميثودز دي اللي هي اصلا موجوده فوق دي اللي هي دي. فانا كل مره بقى هاخد اسم التكنيك والفانكشن بتاعته. طيب لما ياخد اسم التكنيك والفانكشن بتاعته يعمل ايه؟ هيبدا هنا يقول له ينادي على الميثود كده او فانكشن اسمها ايه؟ اسمها ميثود فانكشن ابعت له الاكس سكيلد. طيب هي الميثود فانكشن دي فين اصلا؟ لو جيت طلعت فوق كده الميثود فانكشن، الميثود فانكشن دي اللي هي اصلا بعمل لها يعني باخدها من الايتمز الموجوده عندي، فالميثود فانكشن دي هبعت لها الاكس سكيلد عشان تشتغل بيه. طيب هنا لما اقول له الميثود فانكشن اوف الاكس سكيلد، مين ايه اللي هيحصل يا شباب؟ لما اقول له هنا الميثود فانكشن اوف الاكس سكيلد ايه اللي هيحصل؟
هيروح على كل فانكشن بتاعت التكنيك وينفذ اللي جواه. طيب يعني عندي هنا اهو، عندي هنا حاجه اسمها ريموف اوت لاير زد سكور، ماشي؟ فدي طبعا ايه، ده اسم الفانكشن نفسها، يعني ده اسم الفانكشن اللي انا هاخده اللي هو الميثود فانكشن دي، وانا بقول له هنا وفي الايه وفي الاكس سكيل، يعني كأن هنا بعمل ايه اصلا، كأن هنا بعمل باخد اوبجكت من اسم الفانكشن نفسها اللي هو ريموف اوت لاير زد سكور، اللي هو بقى ايه اسم كل فانكشن من دي. يعني مثلا لو انا شغال على اول واحد ده، فهيروح ينادي على مين؟ هيروح ينادي على اول واحد فيهم اللي هو ده، وهيبعت له مين؟ هيبعت له الاكس اللي هو الاكس سكيلد اللي تحت، وعنده اصلا الثري شولد الثلاثه، فهيطبق الكلام ده. فلما يطبق الكلام ده ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اللي بعد ما يطبق النوع الاولاني مثلا اللي هو زد سكور، اللي هيحصل ان الواي فلتر هقول له الواي اوف الماسك، هو هيرجع هنا الماسك طبعا، لان اتفقنا قبل كده ان الفانكشن اللي فوق دي كل فانكشن دي بترجع ماسك، بترجع القيم نفسها اللي انا اخترتها والماسك نفسه. فانا بقول له هنا ايه هنا بقى؟ بقول له هات لي بقى الواي اوف الماسك، يعني لازم كمان اجيب القيم اللي قصاد الواي، لان انت كده جبت القيم اللي هي بتاعت الاكس بس، فطبعا الواي لسه فيها القيم القديمه، فانا عاوز امسح برضو القيم القديمه اللي موجوده في الواي، فاقول له هات لي بس الواي اوف الايه اوف الماسك بس، يعني هات لي الواي اوف الماسك اللي هي الماسك بيساوي ترو فقط لا غير، فكل الفص شيلهولي، ماشي؟ عشان الاكس فلتر تبقى فيها كل الحاجات اللي هي فيها ترو بس، خلاص اللي تنفذ عليها الفانكشن اللي فوق. طيب بعد ما طبقت الكلام ده كده، بقى عندي الاكس فلتر والواي فلتر، يعني كده شلت الاوت لايرز الموجوده عندي. هبدا بعد كده اعمل ترين تيست سبليت باستخدام ابعت له الاكس فلتر والواي فلتر والتيست سايز مثلا 30 70، وبعد كده هنادي بقى على الفانكشن اسمها ترين ايفالويشن. ابعت له ايه بقى هنا؟ ابعت له الاكس ترين والاكس تيست والواي ترين والواي تيست اللي انا قسمتهم، والميثود نيم اللي انا ايه شغال عليها دلوقتي. طيب ميثود نيم اللي انا شغال عليها دلوقتي اول واحده مثلا اللي هي اسمها اللي هو اسمها الزد سكور مثلا، ماشي؟ لان الميثود نيم ديت هي اللي مستقبلها هنا كده، فديت الزد سكور، ماشي؟ فايه اللي هيحصل؟ هيروح للفانكشن الكبيره دي اللي اسمها ترين ايفالويشن، هياخد الاكس ترين والاكس تيست والواي ترين والواي تيست، وياخد الزد سكور ويبدا يطبق الموديل بتاعي. انا هنا استخدمت موديل واحد بس اللي هو راندوم فورست عشان اقارن بيه كل الانواع دي، وبعد كده بعمل فيت الاكس ترين والواي ترين، بعمل بريدكت الاكس تيست، بعد كده بحسب الاكيورسي، بعد كده بحسب الايه الكلاسيفيكيشن ريبورت، بعد كده بقول له الاكيورسي كام والكلاسيفيكيشن ريبورت كام باستخدام اسم ايه زد سكور. طيب بعد ما يخلص الزد سكور هيروح يعمل ايه؟ يروح ينادي على الفانكشن الثانيه اللي عليها الدور، اللي هي مين عليها الدور؟ الاي كيو ار. ياخد الاوبجكت بتاعها اللي هو اسم الفانكشن، ادي اسم الفانكشن بتاعتها، يبعت لها الاكس سكيل، فيروح ينادي على مين؟ يروح ينادي على الاي كيو ار اللي فوق اللي هي دي. بعد كده طبق الكلام ده كده، هيرجع لي الاكس فلترت، بس هيرجع لك الماسك اللي هي فيها ترو فولس، لازم طبعا افلتر برضو الواي، فاقول له الواي اوف الماسك، يعني هات لي بس الحاجات الترو اللي موجوده في الماسك، بعد كده برضو اقسم لي الداتا، بعد كده ايه اعمل ايفالويت، فيطلع لي النتائج بتاعه الايه التاني، وهكذا لحد ما يخلص الخمس انواع. ادي النتائج بتاعه الخمس انواع الموجوده. تعال نشوف كده بقى ايه ايه افضل نوع مطلع لي احسن نتائج. لو جيت بصيت هنا كده هتلاقي ان انت عندك زد سكور اول نوع طلع لي اكيورسي 91 وايه 1 من 10، كلاسيفيكيشن ريبورت مطلع لك هنا 91 وايه 1 من 10، والكلاس الاولاني مطلع نتائج كويسه جدا، الثاني 90%، الثالث ايه 80%. طيب النوع الثاني اللي هو الاي كيو ار مطلع 95 و45%، يعني احسن من الاولاني بنسبه تقريبا 4%، ماشي؟ طيب برضو الكلاسيفيكيشن ريبورت بتاعه والاكيورسي. تعال نشوف النوع الثالث اللي هو مين، الايزوليشن فورست مطلع 92 و68%، ماشي؟ فاقل شويه من مين؟ برضو من الاي كيو ار. فلحد دلوقتي الاي كيو ار احسن حاجه. ال ويف اللي هو بيشتغل بطريقه الديب سكان شبيهه ليها كده، مطلع 95 و45%، برضو النتائج كويسه، ماشي؟ شبه مين؟ شبه الاي كيو ار. لما تيجي تشتغل على الليبتك هتلاقي خلال طلع لك هنا 95 وكام و12%، يعني تقريبا برضو النتيجه بتاعته قريبه شويه من ال ال اف، ونتيجه قريبه شويه من الاي كيو ار، بس افضل حاجه هنا مين؟ هو ال اف والايه؟ والاي كيو ار. طيب النتائج دي بقى نستفاد منها ايه؟ نستفاد منها ان استخدام الاوتلير ديتكشن تكنيكس المختلفه بتغير طبعا في النتائج اللي احنا برضه بنشتغل عليها، لان ده فارق عن اللي بعده ب 4%، فطبعا فرق كبير، مش فرق صغير، يعني مش فرق نص في الميه ولا حاجه، لا ده فرق 4%، فدي برضه نتيجه كبيره المفروض ان انا اعتمدها وايه؟ المفروض ان انا اشتغل عليها. خلاص، فبرضه نوصل في اخر النوت بوك دي ان الاوت لاير ديتكشن تكنيكس حاجات مهمه جدا، لازم ان انت تطبقها على اي داتا سيت بتشتغل عليها، وتشوف برضه ايه النوع المناسب اللي انت هتعتمده بيزد على النتائج اللي انت المفروض بتوصلها في الاخر. تمام كده؟ في اي سؤال في النوت بوك دي؟